السلام عليكم. لما وصفتم والدتكم بوصفة ميني باغيت؟ هذا الخبز مليح بزاف هكذا كتحضيرات للشهر الفاضل، تحطيه في الطابلة، يجي الشكل تاعو شباب، يكون عندك ضياف انتي والاهل تاعك، تستهلكي به يعني الشريبة ولا يعني الطبق الرئيسي، رائع هذا الخبز. واش راح نحتاج في الوصفة؟ كما نشوفه مقادير عادية، نحتاج هنا كاس تاع الماء دافي، ربع كاس تاع الزيت، مغرفه كبيره تاع خميره الخبز، مغرفه كبيره تاع السكر، بياض بيضه نديرو في العجينه، والصفار ندهن به الوجه، وكميه تاع الفرينه باش نلمو العجينه تاعنا. ولا اسهل، نبداو بالطريقه مباشره، حتى في الطريقه تاع التحضير تاعو راح تكون سهله. اذا ندير هذاك الكاس تاع الماء دافي، ندير هذاك السكر والخميره، ربع كاس تاع الزيت، من بعد هنايا نخلطهم مع بعض مليح. اذا هكذا باش تفاعل لنا دائما الخميره نديرو الماء دافي، ما ننساش الملح نديرو الان، والا كما تعرفوني ننساه. اذا نديرو دوك احسن باش ما ننساش، ندير الملح الخبز تاعنا. من بعد هنا واش ندير؟ ندير بياض بيضه في العجينه، والصفار نخلوه باش ندهنو به. اذا ندير البياض في العجينه، يعني هذا الخبز قد توجديه في وقفه، الوقت تكوني توجديه في الشريبه تاعك، ولا ترونيه غير بالمغرفه. اذا درت هذاك البايا تاع الربيط، نخلطهم مع بعض، ونبقى نزيد في الفرينه حتى تتلم لي العجينه غير بالمغرفه تاع الحطب. طبيعه الحال عندك بيتخا يعني راكي كيما نقولوا حنا راكي خبزتيها. اذا نبقى نزيد في الفرينه، وراني نخلط بالمغرفه. تعمدت اني ما نمحيش منه لانه فعلا ما يديناش الوقت بزاف، لاحظوا يعني الفيديو تاعنا مازال ما وصلش ل 3 دقائق. كي تولي العجينه تاعك بهذا القوام رايحه نحبس الفرينه، نخدمه شويه بيدي كاننا رانا نخبطو فيه غير بالمغرفه تاع الحطب. هاي العجينة تاعنا واجدة. هنا واش ندير؟ نغطيها بكيس بلاستيكي ونخليها ترتاح على الأقل 30 دقيقة. طبيعة الحال أنا في البرد شوية، نخليها في مكان دافي، ولا كانت سخانة عادي خليها غير في الكوزينة. إذا نخليها ترتاح 30 دقيقة ونعاود نرجع ليها فيما بعد إن شاء الله، يعني كيما خلطتها بالمغرفة راهي. من بعد ما خليت العجينة تاعي ارتاحت 10 يعني 30 دقيقة عفوا في مكان دافي، شوفوا كيفاش ولات، طلعت لي ما شاء الله. هنا واش ندير؟ ندير شويه تاع الزيت في يدي، كميه قليله تاع الزيت، ونهبط العجينه بهذه الطريقه. اذا ها هو القوام تاع العجينه تاعنا، نعاود نهبطها ونخدمها شويه بيدي. من بعد واش ندير؟ نشكلها كرات لكن بالزيت كما يعني نديرو نسمن. اذا هنايا الكره تعتمد على الخبزه تاعك كيفاش راكي حبتها، هذا الميني باكيت هذا كيفاش راكي حباتو، لازم نستعملو الزيت في يدينا. اذا ندير نقسم العجينه تاعي الى كرات متساويه، نستعملو دائما الزيت بطبيعه الحال. بعد واش ندير؟ نجيب فرينه، كميه تاع الفرينه. اذا ندير امامي في لو بلون دو طرافاي، نحكم كميه تاع العجين، العجينه لازم تجي هكا خفيفه هكذا باش تجيك الخدمه، يعني تجي الخدمه سهله ويجي الخبز مفشفش يجي خفيف بزاف. اذا نفتحو على شكل خبزه بهذه الطريقه، من بعد نتاكد انه ماهوش لاصق، يعني شوفوا تحفوا هذوك البنابل، العجينه بزاف خفيفه. اذا وندورو يعني بلا ما نضغط عليه، نخلوه هكذا اللي تساع في الوسط تاعو بهذه الطريقه. اذا نزيد وحده، ندير شويه فرينه،
مثلا اليوم درت كميه قليله، تقدري تصغريه اكثر وتقدري تضاعفي المقادير. اذا نفتحه على شكل خبزه، تقدري من بهذه الطريقه بيدك. من بعد نلويه هكذا بلا ما نضغط عليه، يعني نخلو الهواء في الوسط. اذا نكمل كامل الكميه اللي عندي بنفس الطريقه ونديرو في السنيوه. بعد ما كملت الخبيزات تاعي، هنا عندي هذاك الصفار تاع البيض اللي خليناه مع حوالي مغرفه كبيره تاع الحليب. اذا نخلطهم مليح. اللي ما يحبش ريحه البيض تقدري تضيفي قهوه طيبه ولا قهوه سريعه الذوبا ولا زوج، يعني زوج قطرات ولا تاع الخل. اذا ندهن الوجه تاع الخبز، يعني قبل ما يعاود يخمر. هاد العمليه نقوم بها غير تشكيل الخبز، نديرو هاد العمليه. اذا ندهنو كامل، من بعد نجي موس يكون قاطع لازم، وندير فتحات على الوجه نتاع الخبز تاعنا. ولا يكون عندك موس لالام لكن يكون جديده، يعني ما تكونيش خدمه به من قبل. من بعد ما كملت شرطته، هنا واش ندير؟ نخليه يريح الوقت اللي يسخن فيه الفوق تاعي حوالي يعني 15 حتى 20 دقيقه. نشعل الفرن تاعي على 200 درجه يسخن مليح. هذاك الوقت تكون ارتاحت لي هاد الخبيزات يكونوا ارتاحوا، ندخلهم نطيب. ما عندك فرن مروحه، شالي من تحت شالي مروحه، راح يطيبوا لك كامل بنفس الطريقه، يعني بنفس الاحمرار. عندك فرن عادي، شعلي من تحت فقط، كي يطيب لك من تحت تشوفيه طاب وطلع، اشعلهم من الفوق ياخذ تحميره وخرجي. اذا نطيب الخبز تاعي ونرجع لكم. هذا وين طاب لي الخبز، شوفوا كيفاش طاب. طاب روعه، شوفوا كيفاش طاب لنا. وهذا وسخون، يعني هذا وين خرجته من الفوق. حمروه مليح، حطوا لك التحميره الشابه هكذا باش يجيكم شباب في الشكل تاعو. شوفوا كيفاش تحمر ما شاء الله. كما سبق وذكرت نقدروا نديروهم صغار ونديروا يعني حوالي 12 خبزه. اذا ها هو معنا، نخليه يبرد شويه، من بعد رايحه نقدمه. الخبز تاعنا هو واجد معنا، شوفوا كيفاش جا يشهي، جا رائع. كما سبق وذكرت توجديه في وقفه، ما راكي صايمه عيانه وساهل مهل. ها هو معنا، لاحظوا شوفوا شحال طري، يجي خفيف يجي هايل. تقدري ما متحشيه بالفرماج. اذا راح نقسم لكم حبيبه هكذا تاع الخبز هكذا باش تشوفوه من الداخل كيفاش يجينا. رائع رائع رائع، ريحته خاصه ريحه الخبز في الدار يعطينا واحد الطاقه، يعطينا واحد الايجابيه. نتمنى انكم تجربوه. اذا بسم الله، ها هو الخبز تاعنا. تقدري ما تستعمليه خبز ساندويتش، تفتحيه في الوسط. اذا بسم الله، لاحظوا شوفوا قطني من الداخل، ما يجيش معجن. لاحظوا معنا جا هايل، نتمنى انكم تجربوه. الى الملتقى ان شاء الله مع وصفة جديدة. وإلى اللقاء.